وسهلا وإن شاء الله. هالكلمة قال شعار عنا نحن العرب، إن شاء الله بكرة معليش IBM. بس إن شاء الله هالIBM بأمة العرب يطلعوا شي عشرة. المسيح ما لقى حدا، المجدلية وتوما وراحوا معه. إن شاء الله هلأ بهالوسائل الإعلام يلتقى كم عربي يقول أنا مؤمن مش مسلم، لأنه شوف شو عملنا بالإسلام، مثل ما قال الحبيب مؤمن، ويكون عندنا ذرة من الأخلاق ونفتح مدرسة. نعم كفي. نركز اليوم على موضوع علم الرموز، شو عم يعملوا وبأي، شو الطريقة يلي عم يقووا فيها طاقة الشر يلي عم يشتغلوا من خلالها، اللي هي هو علم الطبيعة، علم الرموز، علم الأحرف، علم الشكل، لكن هم عم يستخدموا صفة سحر، عم يستخدموا بالشر. هلا كثير من هاي العلوم مبني على، خصوصا العلم التسويق التجارة والأمور هاي، مبني على المخمس رقم 5. هلا ليش اختار رقم 5؟ ليش لما يجوا الأشخاص يلي بيعرفوا بالسحر وهيك، أي كتاب سحر دائما المخمس موجود؟ ليش البنتاغون مخمس؟ وما شابه من هاي الشغلات، شو سر هالرقم؟ هلا بشكل أساسي طبعا العلم ناقص، مستحيل إنه اللي عم بحكيه يكون كامل أو قريب، كتير كتير العلم واسع. لكن بس نروح على الطبيعة، نتفرج على الورد أو نتفرج على شيء معين، شو هالسر يلي تقريبا 90% أو أغلب الورد دائما بيكون عبارة عن 5 بتلات، 1 2 3 4 5، شو علاقتها بالبنتاغون الأمريكي؟ ليش جسم الإنسان 5؟ هي إيد، هي إيد، رجل، رجل، والرأس فوق مثل النجمة. ليش بالسوبر ستار، بالستار أكاديمي، بهاي الشغلات، بالمغنيين المطربين دائما الهوليوود اللي هي حطوا النجمة الخماسية؟ كل شيء نطلع بالطبيعة تقريبا ورق الشجر، ورقة العنب، ورقة كذا، ورقة هذا، دائما ورقة التين. بالمسيحية في ناس بيصلوا بالخمسة، في ناس بالثلاثة. ورقة التين 5، ورقة العنب 5، دائما في عنا هالخمسة موجودة عم تطلع بالطبيعة، الزهرة الكذا هيك. فهلا الطبيعة يلي موجودة ما فيها إلا تمشي على نسبة نسبة طبيعية، نسبة منطقية، نسبة اللي هي خلينا نقول بدي أبني بناية، بدي أحط شيء فوقي، بعدين شيء فوقي، إذا بضل أحط فوق بالطريقة هاي رح يقع. الشجرة إذا طلعت غصن 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 فيها ممكن لازم يطلع بطريقة معينة حتى ما يقع. هلا هاي الشجرة موجودة، طلع أول شيء الجزء تاعها، طلع الغصن، طلع منه فرع أصغر، طلع منه فرع أصغر، طلع منه فرع أصغر، بيسموه الفراكتلز. فراكتل يلي هو الإشي بيضله يتشعب 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 بشكل لا متناهي، ولكن كل جزء بيحمل الكل، الجزء بيحمل الكل. هولوغرافي يعني الشجرة مثلا لما تهب عليها ريح قوية كثير مستحيل تنكسر إلا في ظروف معينة، لكن تهب عليها ريح تتناغم بطريقة مرونتها عجيبة. طبعا هذا الشيء استعجبوا منه العلماء خلال سنين طويلة، هم عم يدرسوا إنه ليش ما عم تنكسر أبدا، لحد ما انتبهوا إنه بسبب هالفراكتل يلي موجود، هالتشعب يلي مبني على النسبة الطبيعية. شو النسبة الطبيعية يلي بسموها بالرياضيات فيبوناتشي؟ 1 1 مع بعض عملوا 2، 2 مع الواحد عملت 3، 3 مع 2 عملت 5، 5 مع 3 عملت 8، 8 مع 5 عملت 13، وبصير يزيد تزيد تزيد تزيد، كل رقم جديد مبني على هالرقمين يلي موجودين قبل وعم يبني على بعضه. نفس الشيء الشجرة عم تطلع تتشعب 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 بالطريقة هاي. هلا ليش الخمسة جاي متوسط وبتشمل عليه الطبيعة؟ هذا سر كتير فظيع ما حيكون كامل وحيضل الشرح موجود. هالرقم 5 الظاهر انه هو متوسط في الطبيعة، رقم كتير قوي. فشو اللي عم يصير عندنا؟ اللي عم يصير انه يلي عندهم هالعلوم من الاف السنين وعم يخبوا عليه وعم يسموه علم لدني ومن هذا الكلام كبالة او شو مكان،
عارفين سوبر ستار كذا إنه لو إجيت أنا تأبيع منتج معين شو مكان قدمت هالمنتج ممكن يجيني بين كل 100 تنين يشتروا. خلينا نقول النسبة الطبيعية. لو كنت لابس مثل العسكر، دائما العسكر بيكون لابس نجمة ونجمة خماسية وأشكال معينة مجذوبة من هذا الموضوع، فورا الشخص اللي عم يجي هذا الشخص لإله أمامه بكون بحس في رهبة داخلية إنه هذا الشخص أقوى، أو منتج مثلا في عليه النجمة الخماسية أو عليه شغلة معينة بيصير فورا ربط بين، خليني أقول، علم الطبيعة، علم الكون، علم هذا الشيء، بيصير في ربط داخلي لا واعي بين هذا الشيء وهذا الشيء، فبيقوي بيعه للمنتج. بغض النظر هلا كل الماركات العالمية، كل الحكومات السياسية والأشخاص يلي عم يحكوا من منطق قوة في العالم عم يستخدموا علم الرموز تيقووا حالهم بزيادة، مثل الصهيونية الموجودة هي بشكلها الحقيقي ككيان صهيوني منه قوي، لكن لأنهم عرفوا يستخدموا العلم بطريقة يرهبوا كل العالم العربي من هذا الكيان الواحد يلي هو كم متر، بينما العرب لو مشي انتهى هذا الكيان، ما عاد له وجود، فرق تسد واستخدموا الرموز تيرهبوا العالم منهم. هلا كل الماركات العلوم، علم الرمز منه بسيط ابدا، بيدخل فيه علم الاركيتايبس يلي هو علم الاركيتايبس يلي هي كيف مجرد ما ذكرت كلمه ام، كل شخص بيسمع هاي الكلمه بيعرف شو هي الام، بصير في عنده تصور معين. ذكرت كلمه مثلا الحارس الجارديان، كل الناس بتفهم شو هي. ذكرت كلمة مثلاً الشخص العدواني أو كلمات معينة، الحكيم، الكل بيفهم شو هي. ما بتنتهي، مثل التارو كارت، كروت التارو اللي هي أنا بفتح واحد ورا الثاني، كل واحد عبارة عن أركيتايب، عبارة عن رمز كوني، الأم، الحكيم، الساحر، الكذا 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 الكذا. فاستخدموا هاي الرموز رح يطوطوا على كل شيء، بس مو مشكلة يمروا. هلأ كل الماركات العالمية يلي موجودة، من المطاعم مثل ماكدونالدز، مثل السيارات، هلأ ماكداد صار، ما بقى في ماكدونالدز، مهضومين، مثل ستاربكس، مثل كل الماركات يلي هي ماسكة العالم، السيارات، شوفوا قديد يعني كيف بيلعبوا الرمز. لكزس مثلا عكست الكلمة صارت ساكسل، فيها سكس، فيها ساك، فيها لكس، فيها سكسس، كذا كلمة موجودة في كلمة واحدة وانعكست خمس أحرف. ملحي يحطوا دراما، كله الدراما هلأ، اتني القلب يصير دراما دراما دراما، حطوا ديهم بتصير دمار. بكتاب معين الدين الشستي بتقروا كل هالأسرار، بتفتح قدامكم كلها ألغاز حتى يقتلونا فيها. هيدي رموز، فك الرموز فيكم. الحبيب محمد كان يغير الأسماء، وبالمسيحية اسمي ماري بيسموني تيريز، أحمد صار محمد، حط فعل أكشن. بس ما عنا علم، سكرنا باب العلم. مش هناك وقت بيحكي عن هالاسم، اسمه هولوغرافي ولا شيء، ليش لبسوا الرجال والنسوين، وأكثر شيء النسوين بناطلين مفخطة؟ شو هيدا الهولو هون؟ شو هالإدع؟ دارك هول، هول داركنس. ليش زلطوها للمرة هيك بكتفها؟ رايحة على الحج؟ محرم هي؟ لا بقى معروفة ذكر أو أنت. بس ما بنقرا فك الرموز. للأسف. بالأردن عندنا بأول رمضان الحكومة، وزارة الصحة عملت حملة هيك كبسية على المطاعم تتشوف شو عندها. يمكن عدد كبير كتير من مطاعم الأردن في أول رمضان تسكر، مش إنه يعني ليش؟ لأنه يشوفوا هالتخزين اللحم منه كويس، هاي ممكن عم يلعب بتاريخ الانتهاء، هذا عم يعمل هيك، عم يعمل هيك، انتبهوا كل هاي المخالفات، سكروا المطاعم. الناس عرفت إنه عم باكلوا قرف هذا، وعم بدفع حق السم تأكله. تاني يوم، ثالث يوم، بعد ما فتح المطاعم على أساس صلحت وفتحت، كل الناس موجودة بنفس المطاعم يلي عارفة إنه من يومين ثلاثة سكرت لأنها زبالة. رجعنا رحنا منعرفها هي جهنم ومنروح. الحق علينا، كل الأكل فيه MSG،
تقريبا، ما بتشتري شيء من برا، اعمل كل شيء بالبيت، حتى الخبز شو ما كان بعمله بالبيت ما بياخذ وقت. ما بدك تقعد تخبز ويخمر، اعمله بلا خميره بيطلع مثل الطابون ولا احلى من هيك. ف او مثل ما راح نفكر عم نعمل بلبنان، يكون لنا سقه باثنين ثلاث اشخاص وندفع لهم وزياده نكرمهم، وهنا بيعمل خبز، هذا بيعمل بندوره، هذا بتعمل هيك، يكونوا صادقين يعرفوا انه فتشوا على ناس صادقين. انا بعد ما لقيت هلا بعلم الرموز انتبهوا في شغلات مش معقوله. كل السيارات اليابانيه تقريبا كلها رمزها اللي هو رمز التور، طبعا ممكن تكون مخفيه، مثلا مثلا تويوتا عندنا حلقتين موصولين ببعض، تطلع الحلقتين واضح انه تور. مازدا مثلا قرنين تور، والهوندا قرنين التور. كل ماركات السيارات تقريبا اليابانيه اللي هي رمز الاحزاب بامريكا، فيل ومدري شو وحمار وكلب ودنكي مونكي، يعني شيء يا ريتنا مثل الحيوانات. شوف كيف اللعبه، التور بشكل عام هو الخادم للشيطان. الشيطان بالعاده بيكون رمزه مثل الجوت، نعم، مثل العنزه وهالقرنين وهالهيك. التور هو الشيء الفحل يلي بيجي يلي بيدافع ويلي عن طاقه الشر. السيارات الامريكيه اغلبها مش تور، في منهم كم كذا واحدة بس اغلبهم لا. امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه حكمت اليابان، صاروا هم عبيد عندهم، ما لكم جيش، اقتصاد لكم واحد اثنين ثلاثه، حكموهم بهالطريقه. ومش بس حاكمينهم، هالرموز يلي عندهم رمز العمود العبوديه حتى بالماركات التجاريه اللي موجوده عندهم. ف يعني هاي الرموز يلي ماخوذه من الاركيتايبس، عندنا الرموز يلي ماخوذه من كلمات لها علاقه بالكبت الجنسي، لها علاقه بالكبت الكذا، ماركات الملابس كلها والاغلب الفاست فود الا ما يدخل فيه شيء له علاقه بالجنس او شيء له علاقه بال يعني بالشهوه والشهوانيه بالامراض بشكل. كثير هلا هيك بتنضرب مثل الجل على راسك، كله عم يضرب سرطان بالبروستات، لانه الرجال من هون بيجلح هون طاقه الجنس عنده مثل الرودان الفكر، لانه بتصير بالضبط بهاي الطريقه، انه زي يلي عم يجي شيء سم حاطه باحلى قالب. كيف بنفكها؟ اول شيء بنفك الكبت، ثاني شيء هالرموز اللي هي رموز الطبيعه بدنا نرجعها، يعني كل واحد بيته يرسم يعمل كذا، يعبي هاي الرموز الطبيعيه يحطها حوله، تما يعود في جوع انه انا مثل ما عم بيعملوا للاسف المسلمين وهيك، انه الرسم حرام، الموسيقى حرام، الكذا حرام، الكذا حرام، صار الانسان عنده عطش لطاقه الطبيعه. طاقه الجمال، طاقه العصافير، طاقه الرسم، طاقه الكذا، طاقه الالوان الحلوه، صار في عطش لإلها. لهالسبب بتلاقيهم دائما كثير فاست فود، كثير المشروبات زي النسكافيه وزي الكذا وزي الهيك، دائما 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 24 ساعه في عطش كثير، في كبت وعطش وغضب وهيك، مفكرين نفسهم بالطائفيه هم انه في سعاده وهيك، لكن ما حدا شايف انه انا ما الي هيك. كبتوا الطبيعه، شالوا طاقه الطبيعه واعطوا شيء محطوط بقالب عليه بيشبه طاقه الطبيعه، والناس بتصير تشتري وبتفكر انه هذا حل للتعاسه اللي موجوده عندي. هيك اقتصاد العالم ماشي الايام هاي. والا برضو كنا عم نقول ليش الاكل الاورجانيك ما عم يمشي كثير؟ لسبب بسيط، لاني لو رحت على هالسوبر ماركت او على المطعم او شو مكان واكلت شيء اورجانيك، شيء طيب، شيء مبارك هيك، لما اكله ثاني يوم ما رح اشتهيه، ثالث يوم ما رح اشتهيه. ليش ما اشتهيته؟ لانه هالاكله يلي اكلتها طبيعيه، اكتفيت خلاص. بينما المطاعم كلها بحط هالام اس جي، بحط هالمواد السامه للدماغ فيها الاكل، تا مجرد ما انا اكلتها بنلاحظ رحت على مطعم فاست فود او شو مكان اكلت هالاكله، ثاني يوم او نفس اليوم بالليل تلاقي بتيجي شهوه، برجع بشتهي مره ثانيه، بتخطط لي ثالث يوم بشتهي، رابع يوم بشتهي، الشهوه دائما موجوده مثل الكحول مثل الدخان، اخذتها برجع بشتهي، اخذتها برجع بشتهي. ونفس ما قلنا بالدريم دايجنوسيس، انا بفكر انه انا محتاج هذا الشيء، لكن ما بعرف انه الجسم هو اللي عم يتعذب لهالسبب. خطرت الفكره مثل الاحلام، الجسم تعبان كثير، اكل سكر، اكل لحمه، اكل شيء قبل ما ينام، بيحلم بكوابيس. العقل هيك بيفسر، لكن الجسم هو يلي تعبان. لما اكل شيء بيعمل ادمان، هذا يلي عم يصير.
ثاني يوم فكر حالي مشتهي، يا الله شو طيب، يا الله شو نفسي، يا الله شو هيك، ما بعرف انه الجسم عم يتعذب. هذا اللي عم يصير، يلي بياكل ملح كثير، يلي بياكل سكر، يلي بياكل كذا، فورا بلاحظ انه في لحظه من اللحظات بصير يشتهي كثير. لكن لو صبر واعطى نفسه، اعطى جسمه مجال تينظف، بشوف كيف بحس هلا كيف عم ينسحب هالسم من الجسم، زي الويذدرول سيمتومز اللي بيعيشها كل واحد مدمن مخدرات او الكحول او دخان، عم ينسحب هالسم من الجسم والشخص عم يتعذب كثير. خلال عمليه التعذب العقل شو عم بيفسر؟ عم يقول نفسك فيها رح تخليك مبسوط، رح تخليك كذا، رح برسم له سيناريوهات العقل، وهذا يلي عم يصير. لهالسبب لما اروح على مطعم اورجانيك او اكل شيء نظيف ما بشتهي، لانه ما في شيء يلي بيعمل ادمان بالجسم. فننتبه على هذا الشيء. علم الرموز هيو كيف عم يستغلوه بالتسويق؟ لا، شيلوا كل هالطاقه الكذابه وعبوا رموز الطبيعه حوالينا بالبيت، ما حد يستغلها بالشر. يا الله بشخير الموت شو بتعذب، مجانين يلي بيعملوا هيك. ف يعني شوفوا العلم منه سهل، لان احنا انحرمنا منه ومؤامره نحن زقفنا له وبما كسبت ايدينا. كل المدارس كان الطفل قبل 7 سنين على ايام ما يروح على المدرسه، هلأ عمره 20 يوم بيروح على الحضانة، أمه عم تعمل مانيكير ووقع الطفل على الطريق، الخادمة وقعته ومات. وهي ما بقى في أم، كله عياري، كله بلاستيك، وجه مشدود، كل شيء شد، كله مشدود وكله هيك عياري، ما بقى في إنسان. ميتشو قال لي 300 سنة العرب يا مريم تيقدروا يفهموا في صفحة من كتبك. قلت له في أفراد؟ قال لي فإذا هيدي حضرة للأفراد. شي 200 بهالثلاثة مليار عربي يكونوا بحضرة، بس ضوي كبريتي شمعة أحلى ما تحكي عن العتمة. شو عم تعمل كل يوم؟ سأل حالك مريم شو عملت لمريم؟ شو عملت لأمي؟ شو عملت للقبر؟ مين بده يوسع لي قبر؟ عمالي كل هالرموز بتفكها خلص. والسلام عليكم 11 واو 3 عليكم السلام. شو عملنا؟ ما فينا نغير بالسلام عليكم، شلنا الواو حطينا الواو، هيك عملنا بأيام كندي، حطينا له مارلين مونرو وعملنا له تمثال، وبكره الواوا عنا بنعمل لها كذا تمثال وكذا شارع باسمها، وهيدا كله دمار. ثالث يوم ما تذكر الميت وما تترك شيء اثره ببيتك، لا يملك شيء. كمال جملاط كان البيت اللي عنده القصر هيدا بده يشيله، وزع الاراضي لاهاليها، بلغت ومع السلامه. فإذا كل واحد أنت سائل ومسؤول، أنا بقعد بقرأ وفك الرموز بصير بفهمهم، الكتاب موجود، بدك أنت تكون موجود أيها القارئ. هيدا قارئ قدامك، هيدا عالم. أنا بقرأ بس أوشو، بيقرأ أوشو، بيقرأ جرجاف، بيقرأ العلماء. أوشو حط الأساس بس، ولو وقعت البناية بعد الأساس موجود، هو عنده الأساس والبناية. مين بيقدر؟ في شي محطة تلفزيون بهالأم العربية بتاخده؟ أول ما طلعت المحطات كلها اللي بدك إياها، هبت الجزيرة وهب العالم العربي، يا جدة العرب، هلأ يا جدبة العرب. مين بيسترجي يستضيفني؟ ما بيسترجوا يحكوني لأنه بيتبادلوا. سخيفين أكثر من هيك ما في، شو ما كنتوا، مين ما كنت؟ قال لي أمي لحود بس اترك رح يقدروني. قلت له ما انت مثلك مثل غيرك، يعني كلكم معكم مصاري وطلعتوا مصريات، ما جبتوا ثرويت كلكم، سرقه وكذبين وحراميه، منافق مع المنافقين كلكم، ما في الا الخلفاء. سيدنا عمر بسنه شو حط؟ غير الامه. معقول ما في حاكم واحد عربي بيقدر يحط عدل؟ ما نقول ما نتامل بهذا ولا نتامل بهذا. عمر ابن عبد العزيز سنة واحدة غير الأمة كلها، لأنه هيك العدل بيعمل، مش الحكومات اللي بتحكم باسم الإسلام. هلا ننتبه كيف كل المنتجات
يلي بتنباع على أساس إنه زي البرفام والميك اب والشغلات هاي، كل إشي من هاي المنتجات دعاياته كلها عبارة عن رموز جنسية مخبية. ليش؟ لأنه يلي عم يشتري عنده كبت. نحلى رامز هيل بالنص بالرؤية هون. يلي عم يشتري عنده كبت، أي واحدة عم تشتري يلي شال هالكبت مش بالطبيعة وبالدعارة وبالهيك، هذا هو الفلت، يلي هو نفسه الكبت، يلي شال هالكبت يعني تعرف على نفسه وعرف عرف كيف يتعرف على هالحاجة ومن وين جاية وكيف تكون في مكانها بطريقة صحيحة. مجرد ما الواحد شال هذا الشيء ما بعود في حدا مجنون يشتري أزازة عطر بخمسين وبستين ومية ومئتين دولار، ما بعود في حد مجنون يعمل هذا الشيء. كانت معي 100,000 دولار دفعت، قالت لي مستحيه منك، قلت لها استحي من نفسك لا مني ولا من الله. تحط العطر معه بدي ينكح العطر اللي راح تحطيه 100,000 دولار. في صميم الاسلام شو اللي خلى الزلمه يلبس ابيض والمره تلبس اسود؟ من يومين في وحده عم تحاول تقنعني انه الاسود هو شيء طبيعي لبس للنساء. يعني شو هالفطره المشوهه؟ شو اللي خلى الكعبة، كعبة المسلمين، لونها أسود وعليها حلقة ذهبية؟ الحلقة الذهبية على شيء أسود، الأسود رمز كوكب زحل ساتر، والحلقة الذهبية الحلقة اللي موجودة حولين الكوكب، وهذا من رموز بديش أحكي شو فظيع. كيف محكومين في دارنا محكومين؟ وين 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 هالفطرة صار؟ طبعاً يلي بيقبل إنه هذا اللون الأسود ينلبس شيء طبيعي، ما حدا قال لك اشلح، لكن وين الفطره وين الطبيعه؟ لومينوس داركنس، سويد منور، بس نحن عنا ايه؟ لا، وين الشيء اللي بيفتح النفس؟ لهالسبب صارت الارض صحراء، ما عاد في جمال في هالارض، هالبنيات وسخه، هالمناظر كلها منها حلوه، ما عاد في خضار، ما عاد في زهر بسبب هالتفكير المشوه. حكمه الرمال، شعلنا بالصحراء. الاخلاق رقم واحد، الكل الاخلاق هي اللي بتحكم، والنية الطيبة، النية الصافية. بعد هيك وين الفطرة؟ فطرة الفطرة ما بدنا إياها، إن لم تعودوا كالأطفال. الطفل الصغير شو بحب؟ يلي عمره سنة وسنتين بحب تلبسه أسود ولا بحب الألوان والشيء يلي بتناغم مع الطبيعة، هالرقصة الكونية، هالعصافير، هالحيوانات؟ كيف طلعنا بهالفطرة المشوهة وسميناها باسم الدين كمان؟ من وين جبناها؟ نفس الخدعة، لأنه ما عندنا عقل، نستاهل شو اللي عم بيصير فينا. هالرموز موجودة في بيتنا، عم يبيعونا من خلالها، الصهيونية حاكم العالم وحاكم الدول اللي بتسمي حالها إسلامية. وإحنا لازلنا بنقنع حالنا إنه هذا هو الصح. طائفية، ما حدا يسمي حاله مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا شو ما كان ولا إنسان إلا إذا ما عاد يفكر بطائفية، شاف التوحيد. القرآن هيك بيقول، بس ما حدا عم بيقرأ القرآن. حنيفاً قل أسلم، بل أسلمت لرب العالمين، لسيدنا إبراهيم قالها، أسلمت لرب العالمين، حكى لها إبراهيم، والدين هو التوحيد بسورة البقرة. حق علينا، ما حدا عم يقرأ، بس شاطرين ولو بنقرأ ما بنفهم شو يعني التوحيد. إذا ما توحد جسمي مع بعضه ما رح أفهم التوحيد بيني وبينه. بالأول هيدا اللي بده يتوحد. بالمسيحية المسيح قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، جسدك المسيح، واشربوا هذا هو دمي للعهد الجديد. ما عطى خمرة، عطى مي، بس سكروا فيها لأنه فيها طاقته. بل ملة إبراهيم حنيفا. خلاص هاي هي، وما عنده كتاب إبراهيم يتطلع هيك تعرف على الكون. هذا هو الكتاب الله المقروء والمنظور، وانت السيد. كل الانبياء هيك عملوا، سلمان الفارسي هيك عمل، كل شخص وصل للحقيقه هيك عمل. سلمان الفارسي وقت تطلع بتحسيت الاجرين وشايف هالنور الساطع، عرف راح لوحده واختبر، عرف انه هيدا نبي، هيدا سر كبير، واختبر تيتاكد انه نبي. هي مش عباده الموضوع، وين العقل؟ كيف بدي اعرف انه هي اللي عم تقولي يا صدق ولا لا؟ في اشارات. ابو بكر خايف وقاعد حده بغار الثور، غار حراء، قالوا له شو شفت؟ قال له ندق اصبعي فيه شفت نور ساطع. اجت الطبيعه اضعف المخلوقات خيمت عليه كرمالنا تيفرجينا انه شوفوا كون عندكم ثقه بهالثقه الكونيه، سموها الوهيه، سموها محبه، رحمه، اللي بدكم اياه، بس هيدا فعل. بس نحن سكرنا باب العلم، ممنوع نتعلم،
ممنوع نوعة، لازم نضل ننوى. أول كبت وأول عاطفة صار الشعب العربي بس عاطفة وانفعال، وبسبب العاطفة والانفعال خلص يعني زي ما قلنا، إذا هذا الكتاب بيقوم الأمة العربية كلها، قلت لهم يا جماعة حطوا صدقة تالناس تعرف كيف تزرع، تالناس تعرف كيف تحط العلم، ما حدا بيدفع شيء، نادراً واحد بالمليون إذا دفع. بينما لو جيت قلت هذا الكتاب هو كتاب ترجمة الإسلام لكل اللغات، الكل بيدفع بالملايين وما حدا أرى شو هو الكتاب. بستحق لكم برمضان قديش بعتوا صدقات لمريم وبيت الله، وهيك بستحق لكم. ما حدا أرى تيشوف اللي كاتبه هالكتاب حقيقة ولا لا، برا بالملايين شو بتريدي وبالمليارات. بس ارجعي، بدنا نسب المسلمين، اسألوا حالكم مين بعت صدقة ولمين وقديش. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، الوحيدة بأمة العرب. منين ما بعرف إذا بكرة، بقول لا في سقة وبس نعيش بجماعة، ما في ميل خلص. إنما الأعمال بالنيات، ومن إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. بدنا العلم يا أهل العلم.